Kurz. الحمد لله الذي دبر الأكوان بحكمته البالغة وجعل الأيام والشهور والأعوام عبرة بالغة لجميع الأنام، نحمده ونشكره وهو الولي العزيز المنان، سبحانه المتفضل على عباده بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي السلطان، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وطب قلوبنا ونور أبصارنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه، اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما نسعد بهما في أعلى الجنان، وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في ليلة عظيمة مباركة، أنوارها ساطعة وبركاتها شاسعة. هذه الليلة هي ليلة النصف من شهر شعبان. وقبل الحديث عن الفرع أود أن أتحدث عن الأصل. هذه الليلة هي من ليالي شهر مبارك عظيم مبجل، وهو شهر شعبان. هذا الشهر الذي يغفل عنه كثير من الناس، كما أخبر بذلك خير الناس صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. سيدنا أسامة ابن زيد، تعلمون جيدا من هو أسامة ابن زيد، إذن هو الحب ابن الحب، نعم هو حب ومحبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه أيضا سيدنا زيد بن حارثة هو أول من أسلم من الموالي رضي الله عنه وعن ابنه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، كان يقربه إليه، كان يحن عليه. قال: إذن يا رسول الله، إني أراك تصوم يعني في شهر شعبان ليس كصومك في بقية الأشهر، ما السبب في ذلك؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: شهر شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. ولهذا في هذا المقام وفي هذا السياق، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك أناس يعتنون برجب ويصومون رجب أكثر من صيامهم لشعبان، فبماذا أجاب سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأين هم من شعبان؟ ها؟ عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناسا يصومون من رجب ويأخذون منه، فتساءل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين هم من شعبان؟ لهذا الغرض ولهذا السبب سمي أو عرف شهر شعبان بأنه شهر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فكما جاء في الأثر، ولو أنه ضعيف ولكن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أن رجب شهر الله، وشعبان قال عليه الصلاة والسلام: شهري، ورمضان شهر أمتي، ورمضان شهر أمتي. طبعا شهر شعبان هذا الذي توسط شهرين كريمين عظيمين، اللي هما شهر رجب شهر حرام،
وهو من الأشهر الحرم كما تعلمون، رجب الأصم، رجب مضر كما كان يسميه خير البشر صلى الله عليه وسلم، ينسبه إلى مضر قبيلة، طبعا قبيلة يعني اسمها على اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مضر ابن نزار ابن عدنان، فمضر هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. علاش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم سماه يعني رجب برجب مضر؟ لأن مضر يعني من بين أو من جملة القبائل كانت تعظم هذا الشهر تعظيما كبيرا، كانت تعظمه تعظيما كبيرا. إذن قال سيدنا صلى الله عليه وسلم يعني رجب مضر. إذن شعبان بين رجب مضر أو رجب الأصب أيضا لأن تصب فيها الرحمات والبركات، وبين رمضان شهر كريم. فترى الناس كيف يعتنون بهذين الشهرين باعتبار أن الأول شهر حرام وأن الثاني شهر البركة والإحسان. اللهم وفقنا وبلغنا يا ربي يا عزيز يا منان، بلغنا رمضان وأعنا يا ربي على حسن صيامه وذكره وقيامه. فهذا علاش الناس يغفلوا على هذا، ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه إلى هذا الأمر. شعبان إذن هو لماذا هو شهر كريم؟ لأنه يفتح على الكريم، وما فتح لكريم فهو كريم، وما أفضى لكريم فهو كريم. هناك قاعدة أصولية تقول ما قارب الشيء أخذ حكمه، هذا في أصول الفقه، هذه قاعدة، هذه شو يقولوا سادتنا الأصوليين، يقولوا ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه. وشعبان طبعا هو الشهر الذي قبل رمضان، هو الذي يفضي إلى الشهر الكريم. إذن ما أفضى إلى كريم أيها السادة فهو أيضا ماذا؟ كريم، ولا شك في ذلك. نعم. سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يصوم صيام الوصال، كان يصل شعبان برمضان، كان إذا صام شعبان وصله برمضان صيام الوصال يتسمى. وشو هو صيام الوصال؟ معناتها الإنسان يصوم النهار ويوصل بالنهار اللي بعده، ويوصل النهار الثاني بالنهار الثالث من غير ما يشق فطر. آمين. هذا صيام الوصال كان يصومه من؟ سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. فأراد الصحابة أن يحاكوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أرادوا أن يقلدوه. لماذا؟ لأنه الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة. فأرادوا أن يقلدوه في هذا، وهم الذين يعني يتبعون منهجه، وهم الذين يعني من أكثر الناس تمسكا بهداه وتمسكا بمنهجه وبهديه، لأنه الباب، باب العزيز الوهاب، من؟ النبي الأواب صلى الله عليه وسلم، باب الله، باب الله. ولهذا الحديث الواضح المشهور يعني القدسي، يا محمد لو جاءوني من كل مكان وطرقوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المختار ماذا أقول في مدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ربي وسلامه عليه. فإذن كان عليه الصلاة والسلام يصل شعبان برمضان، حبوا الصحابة يقلدوا فنهاهم عن ذلك وقال إني لست كمثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أنا مش كيفكم. قال رغم أن القرآن ماذا يقول؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. شكا هل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعارض القرآن؟ لا، وإنما هو يعني دوره التبيان والتوضيح، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فتقول الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي،
لا يعني هذا أن نتخذ هذا الأمر ذريعة كي نستنقص وننتقص من قدره صلى الله عليه وسلم، وقدره عالم شريف. الذي يثبت هذا المعنى وهذا التفسير وهذا المنحة هو هذا التفسير النبوي، إني لست كمثلكم. صحيح أنا بشر كذا، أما مش كيفكم رأى، هو بشر لكنه خير البشر، وهو القائل الخير فيا. قالوا هنا نقطة، نعم نقطة في الحديث، الجملة اللي يجي بعد استئنا فيه، الخير فيا إيه وفي أمتي إلى قيام الساعة. الألف واللام في الخير قالوا العلماء للاستغراق، يعني كل خير تتصوره أيها الإنسان أيها المسلم، كل خير تتصوره، كل خير موجود في الدنيا قد جمع كله في ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم العلماء وهو أحلم الحلماء وهو أشجع الشجعان وهو أفصح البلغاء إلى غير ذلك، وهو سيد ولي يعني ولدي بني آدم ولا فخر. تشوف سيدنا صلى الله عليه وسلم تواضع متاعه، ربي قل نقول بينهما كانتك وقيمتك وقدرك عندي، سيدنا صلى الله عليه وسلم يتواضع ياسر، لا تفضلوني على أحد من الأنبياء من قبل ولا على يونس بن متى الذي ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم، قال لا ما حتى سيدنا يونس ما تفضلوش على الأنبياء كلهم إخوتي، ولكن رغم ذلك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ربي قل قول خلقتك متواضعا وأعلم ذلك منك يا رسول، يا رسول الله يا حبيبي يا خليلي، ولكن قل قل. وكأن الله سبحانه وتعالى، ليس وكأنه أكيد في علم الله سبحانه وتعالى أن سيأتي أقوام في آخر الزمان ينتقصون من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. موجود هذا، هذا موجود تسمعونه وترونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تصوروا المولى سبحانه وتعالى دواء، هي المحبة، الله يبارك فيك، المحبة